راه اللي عنده ابرام استدعى باك يا ابرام تسمع في فاره ابرام خلنا نعاجم بعد جاي بصويد والله قاعد تطلع وهو ينخش ابو برا ابو سويد مبين نجم هاي ابو سويد ارحى ورا عبود يرني درايتك من شغل بيه ارحى كفو يسعد دينك في وحده دخلت عند الدجاج بس ما كانت انها وحده دخلت جاي خلونا ما ياخذ منك يا ستة هنا تعال خلك جاهز يوم تطلع انت يا رجل ارع طلعت من عندك طلعت يا رجل هات سلعة عفارة من عند العالك من هنا اي كفو انت خش يا رجل كفو يا رجل اسطورة هذه عفارة الثانية افتح لها باب يلا انطلق سويد يا حفارة افارة سويد اركض ولقت ارعى الثانية ايوه كفو سطورة في وحدة عند الدجاج دخلت لقاها تحت حقها على بسرعة هذا فيه درزل توه نفرخها ترعى الثانية بدها تطلع بسرعة خص هات بطانية هات اي شيء سروال بطانية اي شيء يركض جيب لي كل بسسة يا رجل تعال زغطها به ذي بسرعة في ثارة ماني فاض ايوه الثانية بعد تولم ابو سويد اطلعت ارعها واو ايوه كفو عاش هات الشباب هات الجيش ايوه اي امنوا حماية في وحدة ورا عمود اركض رخشها لي من عند شبك الدجاج كفو الطرمة ارعها بالعمود هذا وحدة تحتها على فترة بها يطرد اعمدها وهات لي وش اسمها هذه مخدم بطانية لا تسرقنية في شباب بهذي يحترون حياك ابو سويد اكل فارتين ولا هو مقتنع به ما شبع باقي الكبار عاد هذول عدلات وخر اشلع لي هذه لا اي خذها وحط لي هذه فوق لا معك زمها وحطها فوق ارع اي كفو سطورة باقي دون والله ذمت اي والله فهمت وش هي اكلتها لا ما اكلتها هذه فرها الرابعة مع ابو سويد والله انه راح اي مقطع اسطوري عاش ابو سويد يلا بسرعة استعجل في وحدة بعد دخلت بها حفرة خلوها وفي ماء ولا طلعها هذه الطرمة واخري يا صقعيت واخري زمها أرجع أبو سويد أبو سويد يا رجل كم اليوم عائلة كاملة تخيل أربعة خمسة أطفال وأم وأبو عاش أبو سويد خلاص جيب لي كيس أحط به هذا البرسيل عربية من نفسي كيس الخضر اللي قدام غرفته بسسه هاته لي حق هذه سبيرة ذوان طلعت بعد يوم أنا عم سويد هذه حامل أقرب مالها بالشهر الأخير يا رجل كل من نظف تطلع واحدة الله أعلم أنها انتاجين عنده وفران استنسات يمكن حطينا بعد فروخ بهذه وإحنا ما درينا
الكيس الثاني ولا لقى؟ الكيس الثاني بعد مليان.